السلام عليكم. اليوم لنا عودة إلى ملعب عنابة، حيث أنه هو العشب الطبيعي بدأ يظهر إذا بعد دائرة خير، وكذلك ننتظر بداية الأسبوع هذا المقبل ابتداء من يوم الأحد في بداية في وضع الكراسي على المدرجات. إذا هذه هي المعلومة الجديدة، يعني بداية يعني ظهور العشب الطبيعي في ملعب عنابة. نكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم، ونترككم مع نهاية الفيديو هذا، والسلام عليكم.